أنا اسمي نجوى غراب، مصرية، سني حالياً 80 سنة، ملقبة ببطلة العالم في سباحة الأساتذة حتى سنة 2019. أحب أضيف أن أنا مع سن 67 سنة كانت أول بطولة عالم أشترك فيها، والسن عبارة عن رقم طالما عندك الإرادة. 6 بطولات عالم اشتركت فيهم من سنة 2010 لغاية 2019، وحصلتهم 11 ميدالية عالمية باسم المرأة المصرية العربية. بنصح أن كل واحد يختار الرياضة اللي تعكس حالته وقدرته على الجهد البدني واحتياجاته وأهدافه.